أولا ما هو الواجب؟ الواجب في اللغة بمعنى اللزوم، الواجب في اللغة بمعنى اللزوم. وفي الشرع أمر لازم، أي ألزمنا به الشرع بدليل فيه شبهة، بمعنى أنه ليس بدليل قطعي، لأن الفرض عندنا يثبت بالدليل القطعي الذي لا شبهة فيه، أما الواجب فيثبت بدليل فيه شبهة. وكما قلنا من قبل إنما شرعت الواجبات لإكمال الفرائض، وشرعت السنن لإكمال الواجبات، وشرعت الآداب لإكمال السنن. ما حكم من يترك واجبا من الواجبات؟ حكمه أنه يستحق العقاب بترك هذا الواجب إن تركه عمدا، يعني من يترك واجبا من واجبات الصلاة يلحقه الإثم إن تركه عمدا، وإن أنكره هل يكفر بجحده؟ قالوا لا، لا يكفر بجحده، وإنما يكفر الإنسان بجحد الثابت بأمر أو بدليل قطعي، أما ثابت بدليل فيه شبهة لا يكفر به، ولكنه يفسق يكون فاسقا. قال والثواب بفعله، إن فعله أخذ الثواب، وإن تركه عمدا استحق العقاب، وإن تركه سهوا يجب عليه سجود السهو. كل هذه أحكام متعلقة بالواجب. هل إن ترك في الصلاة واجبا يؤمر بالإعادة؟ قالوا إعادته يؤمر بالإعادة بتركه، وهذا هو المستحب في حاله، الأولى أن يعيد هذه الصلاة التي ترك فيها واجبا عمدا. قال وهو، أي هذا الواجب، وهو 18 شيئا. وقلنا دائما هذه الأعداد التي تذكر في الغالب هي أعداد للتقريب وليست للحصر. قراءة الفاتحة، نحن قلنا الواجبات مكملة لما للفرائض، هل تذكرون الفرض؟ هو قراءة ولو آية قصيرة عند الإمام، وعند الصاحبين ثلاثة آيات قصار أو آية طويلة، سواء كان هذا القدر هو الفاتحة أو لم يكن من الفاتحة، فالصلاة تصح بهذا القدر، أن القدر هذا القدر هو الفرض. يأتي المكمل لهذا الفرض أن نحدد ونعين، فنأتي فنقول قراءة الفاتحة واجب من واجبات الصلاة، إن تركها الإنسان أثم ويلحقه الذنب بترك هذا الواجب. قراءة الفاتحة وضم سورة أو ثلاث آيات إلى الفاتحة، ضم سورة قصيرة أو ثلاث آيات في ركعتين غير معينتين من الفرض، بمعنى الفرض عندنا العشاء وهو أربع ركعات. الواجب أن نقرأ الفاتحة ونضم إلى الفاتحة سورة قصيرة أو ثلاث آيات في ركعتين غير معينتين، بمعنى إن أتى بهذا الواجب في الركعتين الأوليين فأتى بالواجب، وإن أتى بهما في الركعتين الأخريين فقد أتى بالواجب. إذن الواجب هو الفاتحة وسورة، ولكن ليس بخصوص ركعة معينة، ولكن سيأتي أيضا التخصيص فيما بعد، لأن التخصيص هذا واجب آخر، يعني السورة في حد ذاتها مع الفاتحة في ركعتين من الفرض هذا واجب، ثم يأتي بعد ذلك تعيين السورة في الركعة الأولى والثانية، هذا سيأتي في واجب آخر من الكلام. ولكن الآن هو يقول من الواجبات قراءة الفاتحة وضم سورة إلى الفاتحة في ركعتين غير معينتين، في الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة أو الثانية والثالثة لا فرق في حيث هذا الواجب، بخلاف الواجبات الأخرى التي سيأتي ذكرها. قال وفي جميع ركعات الوتر، أي القراءة الفاتحة وسورة هذه واجب في كل ركعات الوتر، وكذا في كل ركعات النفل، في كل ركعات النفل، يعني صلى نفلا أربع هو واجب عليه أن يصلي بفاتحة وسورة أخرى في كل ركعة من هذه الأربع، بخلاف الفرض واجب عليه أن يصلي في ركعتين غير معينتين،
أما في النفل واجب عليه أن يأتي بالفاتحة وسورة أخرى في كل ركعة من ركعات النفل. قال: وفي جميع ركعات الوتر والنفل وتعيين القراءة في الأوليين، بمعنى قلنا قراءة الفاتحة وضم سورة في ركعتين غير معينتين ده هذا واجب، أيضا تعيين القراءة بأن تكون في الأولى والثانية في الأوليين هذا واجب آخر، فإن أخل به وجب عليه أن يأتي بالسورة في الركعة الثالثة أو الرابعة، ولكن واجب أيضا عليه أن يسجد للسهو لأنه أخل بواجب من واجبات الصلاة، لأن قلنا كل واجب من هذه الواجبات. ومن أجل ذلك هنا ستفهم باب السجود من السهو وأن تحفظ هذا، فكل شيء من الأشياء التي سنذكرها هنا إذا أخل به وجب سجود السهو ساهيا، فإن أخل به عمدا أثم الإنسان ويستحب له الإعادة. قال: وتعيين القراءة في الأوليين هذا واجب، وتقديم الفاتحة على السورة هذا واجب، بمعنى إن خلف الإنسان فقرأ السورة أولا ثم قرأ الفاتحة وكان ذلك في الركعة الأولى واجب عليه السهو. فمن أجل ذلك أحيانا الإنسان يكون في صلاة سرية ويسجد للسهو ثم أنت تسأل لما هو سيد للسهو لمثل هذه الأشياء، لأنه أحيانا قد يبدل ما بين الفاتحة وبين السورة، والصلاة السرية أنت كمأموم لا تلحظ ذلك، فيجب عليك أن تتابع الإمام في سهوه حتى وإن لم تعلم سبب السهو، يجب علينا أن نتابع الإمام إن سيد للسهو حتى وإن لم نعلم، لأنه أحيانا يكون السهو في أشياء لا يمكن أن يدركها المأموم. إذن تقديم الفاتحة على السورة هذا واجب. ثم قال: وضم الأنف للجبهة. قبل أن نتكلم انظر في هذا الأمر، عندنا قراءة الفاتحة مع سورة، قراءة الفاتحة في حد ذاتها واجب، إن تركت يجب السهو، قراءة السورة في حد ذاتها واجب، وجود السورة والفاتحة في الركعتين الأوليين واجب، تأخر السورة عن الفاتحة واجب. إذا قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الأوليين يتعلق بهما أربع واجبات: الفاتحة في حد ذاتها واجب، السورة في حد ذاتها واجبة، تقديم الفاتحة على السورة واجب، وجود الفاتحة والسورة في الركعتين الأوليين واجب. قال: وضم الأنف للجبهات في السجود هذا واجب. قلنا أن السجود على الجبهة هذا إذا تخلف فسدت الصلاة، لا تصح الصلاة بمجرد السجود على الأنف أو بغير سجود بغير ملاقاة الجبهة للأرض لا تصح الصلاة، ولكن إن لاقت الجبهة الأرض ولكن الأنف لم تلاقها ولم يكن هناك عذر ولا ضرورة، إذن هنا الرجل خلى المصلي بواجب من واجبات الصلاة، فضم الأنف إلى الجبهة في الركوع واجب، إن أخل به سهوا وجب السهو في السجود، وضم الأنف للجبهة في السجود واجب من واجبات الصلاة، ولكن كما قلنا لا تجوز الصلاة بالاقتصار على الأنف ولكن تجوز مع الاقتصار على الجبهة ويكون الإنسان أخل بواجب. والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها، هنا يتكلم عن نفس الانتقال وليس عن نفس السجدة، يعني أحيانا ربما يقرأ هذا الإنسان شيء من الناس فيقول أن السجدة الثانية عند الحنفية واجبة، لا، السجدة الثانية فرض كما رأينا في كلامنا في الدرس الماضي، وأنه إن ترك السجدة الثانية تبطل صلاته إن تركها عامدا، لكن إن نسيها وأداها في آخر صلاته هو هنا أدى الركن لكنه أخل بواجب، وهو أنه لم يأتي بالسجدة الثانية بعد السجدة الأولى. والانتقال من القعود بعد السجدة الأولى
إلى هذه السجدة هذا في حد ذاته واجب. إذن إن نسي سجدة فأداها في آخر صلاته واستدرك النقص الذي لحق صلاته، هل يجب عليه السهو؟ قالوا يجب عليه السهو، لأنه أخل بواجب آخر وهو الانتقال من الركوع من القعود إلى السجدة الثانية مباشرة. بمعنى مثلا هو الآن سجد السجدة كان في الركعة الأخيرة وسجد السجود الأول ثم قام ونسي أن يسجد السجود الثاني وقعد للتحيات وقرأ التحيات والتشهد، وقبل أن يخرج من صلاته تذكر أنه نسي سجدة، ماذا يفعل؟ يسجد هذه السجدة ثم يقوم. نعم يعني يسجد سجدة واحدة التي فاتته وهي سجدة الركن، ثم يقوم ويعيد التشهد لأنه أتى به في غير محله. بعد إعادته يسجد للسهو سجدتين، لما؟ لأنه غير وترك واجبا وهو الانتقال من القعود الذي هو قعود من السجدة الأولى إلى السجود الثاني مباشرة، وفصل بينهما بالقعود للتشهد. ومن المعلوم أن السهو عندنا بسجدتين، ثم بعد ذلك يجلس أيضا ليقرأ التحيات التشهد ثم يسلم بعد ذلك، وسنعرف صفته عندنا في درسه. قال: والإتيان بالسجدة الثانية في كل ركعة قبل الانتقال لغيرها هذا في حد ذاته واجب. والاطمئنان في الأركان، من الواجبات أن يؤدي الأركان باطمئنان. ومعنى الاطمئنان هو سكون الجوارح، سكون الجوارح معنى أنه يركع ويسكن قليلا، يقف ويسكن قليلا، ولكن لا يركع ويقوم في وقت واحد، يسجد ويسكن قليلا حتى تستقر أركانه وتسكن، بحيث كل مفصل من مفاصله يسكن ويستقر قليلا، هذا هو الاطمئنان. والقعود الأول واجب، القعود الأول هو الذي بعد الركعة الثانية في الصلاة الرباعية مثلا أو الثلاثية، هذا واجب، إن تركه لا يفسد، لا تفسد صلاته، ولكن يجب جبره بالسهو ولا تجب عليه إعادته، بخلاف الفرض الركن يجب عليه إعادته إن نسيه حيثما تذكره أتى به. قال: والقعود الأول وقراءة التشهد فيه، نفس القعود واجب، فإن قعد ولم يقرأ التشهد فيه إذن هو أخل بواجب آخر، لأن قراءة التشهد فيه واجب فيه في الصحيح. وقراءته في الجلوس الأخير، أي قراءة التشهد في الجلوس الأخير أيضا واجب، وسنعرف نهاية التشهد، لأن التشهد عندنا قسمان: التشهد ثم الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والقيام إلى الثالثة من غير تراخ بعد التشهد أيضا واجب، يعني الإنسان قرأ التشهد إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول عبد الله ورسوله، قرأ إلى هذا الحد، فإن بقي قاعدا ولم يقم للركعة الثالثة وتأخر في هذا وتراخى فيه فقالوا بأنه أخل بواجب، لأن من الواجبات أن يقوم بعد الانتهاء من التشهد في القعود الأول إلى إلى الركن أو إلى الركعة الثانية مباشرة، حتى لو زاد وتراخى، الزيادة محسوبة بوقت ركن، يعني إن زاد وتراخى وقتا يجوز أن يأتي فيه بركن من أركان الصلاة إذن هو يكون أخل بواجب القيام على الفور وتراخى. أما إن تراخى شيئا يسيرا لا يمكنه أن يقوم فيه بركن إذن هذا لا يكون مخلا بهذا الواجب، وإن فعل ذلك واجب عليه السهو كما قلنا. ولفظ السلام، أي أن يخرج الإنسان من الصلاة بالسلام عن اليمين وعن اليسار، هذا واجب دون عليكم، يعني كلمة السلام فقط، يعني إن قال السلام واتجه للجهة الأخرى وقال السلام هذا يكون قام بالواجب، يقول قام بالواجب، ولكن لا تنسوا أن عندنا مكملات
للواجبات السنن، ولكن هو يكون أخل بالسنة إذا فعل ذلك وقال السلام فقط نعم صحت صلاته ونعم أتى بالواجب، إلا أنه أخل بالسنة. قال ولفظ السلام دون عليكم وقنوت الوتر. عندنا في الوتر قنوت، هذا القنوت يكون قبل الركوع وبعد القراءة في الركعة الثالثة من الوتر. هذا القنوت واجب، فإن نسيه الإنسان سيد للسهو. وكذا تكبيرة القنوت، عندنا تكبيرة القنوت نرفع فيها الأيدي تكبيرة كتكبيرة الإحرام للقنوت، هذه التكبيرة واجب، فإن نسيها وحتى وإن قنت وجب عليه السجود للسهو. وتكبيرات العيدين، كل تكبيرة من تكبيرات العيدين فهي واجب، إن تركها يسجد للسهو. وعندنا تكبيرات العيدين سنأتي دراستها وسنعرف كم يكبر في الأولى وكم يكبر في الثانية، وأما موضع التكبير في الأولى وأما موضع التكبير في الركعة الثانية. أي الآن نعرف أن كل تكبيرة من هذه التكبيرات واجب، إن تركها وجب بتركها السهو. وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة للعيدين خاصة، يعني كل صلاة من الواجب عندنا أن يستفتحها بتكبير بالله أكبر. فلفظ التكبير هذا في التحريمة التي ندخل بها إلى الصلاة واجب، فإن أخل به فقد أخل بواجب، بأن شرع في الصلاة مثلا بلفظ آخر بسبحان الله سبحان الله أو بحمد لله سبحان الله أو بالحمد لله أو غير ذلك فهو لا يجوز له ذلك. قال وتعيين التكبير لافتتاح كل صلاة لا صلاة العيدين خاص، أي هذا ليس بمخصوص في صلاة العيدين بل في كل صلاة مفروضة وفي كل صلاة نفلة. قال وتكبيرة الركوع في ثانية العيدين، عندنا تكبير الركوع وتكبير الانتقال هذا سنة، لأن إلى الآن لم نتكلم عن التكبيرات التي تكون للانتقال، سنتكلم عنها في السنة. لكن إلا تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من العيد فإنها واجبة بخلاف سائر تكبيرات الركوع في غيرها من الصلوات. لما؟ لأن هذه التكبيرة تكون بعد تكبيرات العيد، تكبيرات الزوائد، تكبيرات العيد، لأن سنعرف في صلاة العيد أن تكبير العيد في الركعة الثانية يكون بعد القراءة وقبل الركوع، يكبر ثلاث تكبيرات ثم يكبر تكبيرة للركوع. هذه التكبيرة التي للركوع في الركعة الثانية من العيدين عندنا واجب، إن تركها فقد ترك واجبا يجب السهو بتركه ناسيا. قال وتكبيرة الركوع في ثانية العيدين، لما ما الفارق بين هذه التكبيرة وبين غيرها من التكبيرات الركوع في سائر الصلوات؟ قالوا لأنها صارت تابعة لتكبيرات العيد، وكما قلنا تكبيرات العيد واجبة، فلما اتصلت هذه التكبيرة بتكبيرات العيد أخذت حكمها في الوجوب. قال وجهر الإمام بقراءة، وجهر الإمام بقراءة الفجر، جهر الإمام بالقراءة في ركعتي الفجر واجب، فإن أصر في إحدى الركعتين وجب عليه السجود للسهو. وأولى العشاءين، يعني في الركعتين الأوليين من العشاء والركعتين الأوليين من المغرب، فهنا قال وأولى العشاءين، فالمغرب والعشاء يطلق عليهما أنهما عشاءان من باب التغليب. وأولى العشاءين أي أولى المغرب، أوليي المغرب الركعتان الأوليان من المغرب والركعتان الأوليان من العشاء، الجهر فيهما في القراءة للإمام واجب، لا بد من قيد الإمام. ولو قضاء، حتى وإن اجتمع الناس على هذه الصلوات قضاء، يعني جمع إنسان الناس لصلاة العشاء قضاء لصلاة مضت تركوها مضى وقتها، أيضا يجب عليه الجهر. والجمعة أي
الجهر في ركعات الجمعة في ركعتي الجمعة واجب، والعيدين الجهر في صلاة العيدين واجب، إن تركه في ركعة وجب عليه السهو، والتراويح السهو في صلاة التراويح الجهر في ركعات التراويح واجب، والوتر في رمضان، لكن في غير رمضان ليس الجهر فيه واجبا، ولكن في رمضان واجب على الإمام أن يجهر بالقراءة في الوتر، والإسرار في الظهر والعصر في ركعات الظهر كلها وفي ركعات العصر كلها واجب، فإن جهر في ركعة من ركعات الظهر أو العصر واجب عليه السجود للسهو، وفيما بعد أوليي العشاءين يعني في الركعات الثالثة في المغرب وفي الركعات الثالثة والرابعة في العشاء يجب عليه إسرار، فإن جهر واجب عليه السجود للسهو، ونفل النهار يعني النوافل التي تكون في النهار من الواجب فيها السر، فإن سهى الإنسان وجهر واجب، والمنفرد مخير فيما يجهر، الإنسان الذي يصلي وحده كل الأحكام من حيث الجهر والإصرار هذه متعلقة بالإمام والجماعة، أما إن كان يصلي وحده منفردا مخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر. قال والمنفرد مخير فيما يجهر أي فيما يجهر فيه، يعني في أوليي العشاءين في الجمعة إن صلىها قضاء ستصلى ظهرا، مثلا في الفجر كل هذا مخير فيه، إن شاء جهر وإن شاء خفت. نعم لو كان منفرد. كمتنفل بالليل أيضا المتنفل بالليل مخير، لكن المتنفل بالنهار واجب عليه السر، لكن المتنفل بالليل مخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر. نعم حتى الجماعة في الليل يعني عندنا أصلا الجماعة في التنفل مكروهة، أحب الإنسان في الليل أن يصلي منفردا، ولكن حتى وإن جماعة أيضا يسر أو مخير هو بين ذلك وذلك. قال كمصل متنفل بالليل أيضا هو مخير، ولو ترك السورة في أولي العشاء أو المغرب يعني العشاءين قرأها في الأخريين مع الفاتحة جهرا، يعني إنسان نسي السورة في الركعة الأولى ثم قرأ في الركعة الثانية بالفاتحة والسورة، قلنا يجب عليه أن يأتي بالصورة في ركعتين حتى وإن لم تكون الأوليين، فهل يأتي بهذه الصورة جهرا أم سرا؟ قالوا يأتي بها جهرا، في حين أنه في الركعة الثالثة والرابعة من العشاء أو في الثالثة من المغرب يجب عليه الإسرار، ولكن إن ترك الصورة في ولم يأتي بها في الركعتين الأوليين يأتي بها في الركعة الثالثة أو في الثالثة والرابعة من العشاء ويأتي بها جهرا، فلو ترك السورة في أولى العشاء أو المغرب قرأها في الأخريين يعني في الركعتين الثانيتين مع الفاتحة جهرا، ولو ترك الفاتحة هذا إن ترك السورة يأتي بها مع الفاتحة جهرا، إن ترك الفاتحة قال لا يكررها في الأخريين، يعني إنسان نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، نسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، أولا إن نسي قراءة السورة في إحدى الركعتين الأوليين وجب عليه أن يأتي بهما بها في الركعة الثالثة أو الرابعة، هو الآن نسي الفاتحة فهل يجب عليه أن يكرر سورة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ قالوا لا يجب عليه التكرار، لأنه مشروع له قراءة الفاتحة في هذه الركعة بخلاف السورة لأنها ليست بمشروعة في الركعة الثالثة والرابعة، فعندما نسي السورة من الأولى والثانية قضاها وأتى بها في الثالثة أو الرابعة، أما عندما ينسى الفاتحة لا يكرر الفاتحة لأنها مشروعة الفاتحة في هذه الركعات فيكتفي، وتقوم هذه الفاتحة التي هي في الركعة الثالثة أو الرابعة مقام الواجب من الفاتحة التي نصيت. قال ولو ترك الفاتحة لا يكررها في الأخيرين، ولكن يجب عليه سجود السهو، يجب عليه سجود السهو، لما؟ لأن قراءة الفاتحة واجبة.